أنت تقرأ وتساعد غيرك ليتعلم، مبادرة شبابية أطلقتها مكتبة تكوين بهدف بناء جسر من العلم والثقافة بالعمل الخيري. إن إحنا نضرب عصفورين بحجر مثل ما يقولون، حبينا إن إحنا نشجع الناس على القراءة، وبنفس الوقت إن هذه القراءة تصب في فائدة مباشرة للمعسرين والمحتاجين داخل الكويت. فقررنا إن يكون كل 10 صفحات يقرأها الشخص يتم التبرع بمبلغ لصالح تعليم الأطفال اللي ما يقدرون يسددون رسوم الدراسة والمحتاجين داخل الكويت. الفكرة أتت انبثقت من فكرة إن إحنا حابين نربط عادة مهمة جدا، وهي القراءة عادة ترتبط دائما برقي المجتمعات وتطورها وتنوع تفكيرها وتحمل وتقبل ثقافة الاختلاف، وربط هذا الموضوع بالعمل الخيري وبمساعدة الطلبة المعسرين ومساعدة الطلبة الذين يرغبون في التعليم. كبار وصغار أتوا مسرعين للمشاركة في هذه الحملة، يختارون كتبهم وقصصهم، يعلمون أن كل صفحة يقرؤوها هي بمثابة مفتاح خير لهم ولغيرهم. شاركت اليوم الماراثون القراءة لمكتب التكوين، حتى يعني أول شيء هي تحفيز للشباب على القراءة، بنفس الوقت أنه بقرأ الشخص وبنفس الوقت بيأخذ حسنات. أنا حبيت أشارك اليوم علشان أساعد الناس. هذه الحملة ترسخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص لتؤدي دورها في خدمة الوطن والمساهمة في مسيرته الثقافية والإنسانية. مروى محرم، تلفزيون دولة الكويت.